الحلقة واحنا بنتكلم عن المغامرون، واحنا بنتكلم على اتنين مغامرين مصريين قرروا ان هم يخوضوا واحد من اصعب التحديات والمغامرات في العالم، معروفة درجة صعوبته في اعلى السلم، اصعب من تسلق الجبال، يمكن اصعب من استكشاف اماكن مجهولة، انه عبور الاطلنطي، ان هم ياخدوا مركب ويجدفوا من الساحل الشرقي سواء كان أفريقيا أو أوروبا الوصولا إلى الكاريبي، حوالي 5000 كيلو متر بدون الاعتماد على أي نوع من الطاقة المساعدة سواء كانت كهرباء بنزين طاقة رياح، هم والموج والمجاديف والأطلنطي. الاثنين المغامرين دول مدركين ان هم على اعتاب تجربه استثنائيه، لانه قليلين جدا اللي خاضوا التجربه دي، قليلين اللي نجحوا ان هم يكملوها، لانه في ناس في النص بتتعرض لمخاطر كبيره جدا، بتكون على شفا الانهيار وبتنهي الرحله وما بتكملهاش، قليلين اللي بيكملوها وقليلين جدا اللي بيحققوا رقم قياسي فيها. عبور الاطلسي شيء بالنسبه لنا احنا مرعب، بالنسبه للمغامرين هو حلم. المغامر المصري الدولي عمر سمرة والمغامر المصري المعروف أيضا في محافل دولية عمر نور بيجهزوا نفسهم إن هم يعبروا الأطلسي بعد أسابيع قليلة. اسمي عمر سمرة، مغامر ومتسلق جبال. اسمي عمر نور، محترف في رياضة الترياثلون. Down the stream, merrily, merrily, merrily.